صباح الخير وصباح الابتسامة وصباح أجمل تواصل معكم من خلال شاشة تلفزيون الكويت. انطر عليكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم جاي الضحى، وإن شاء الله خلال هذه الساعة راح نأخذكم في مشوار جميل في فقراتنا. لكن في البداية خلونا نصبح بالخير على زميلتي أسماء. ويا صباح الجمال. صباح النور عليك فاطمة، ويلكم باك. شكرا. أكيد وجودك مهم معنا في برنامج جاي الضحى. إجازة سعيدة أكيد قضيتيها، ونرجع أكيد نصبح على السادة المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم جاي الضحى. وبالتأكيد فاطمة اليوم إن شاء الله عندنا كثير من الأمور والمواضيع والضيوف اللي راح نتناقش معهم بكثير من الأمور المهمة. لكن اليوم صراحة يوم مميز، ويوم عادي، يوم كلنا نحبه، المفروض إن الكل مسافر فيه. فعلا، لأن يعني من الأمور المميزة في الحياة واللي تكسر الروتين أسماء هو تغيير الجو والسياحة. وكثير من الدول اللي يعني يخصصون ميزانيات كبيرة. صحيح. وأيضا الشركات العالمية يخصصون ميزانيات للتسويق وللحديث عن هذا الموضوع اللي هو السياحة، ولما له أثر واضح على سلوك ونفسية الفرد في المجتمع. من خلال السياحة الواحد يغير جو، وأيضا من خلال السياحة ممكن الواحد يكتسب مهارات جديدة في الحياة ويكتسب ثقافة جديدة. أكيد كثير من الدول اللي تهتم بهذا الجانب اللي هو طبعا فاطمة الجانب السياحي ينشط عن طريق الاقتصاد، وفعلا كثير من الدول تعتمد اقتصادها على السياحة. وهذا الشيء لاحظناه وين أزمة كورونا لما صار في إغلاقات. صح. وأكيد منع السفر في كثير من الدول، وايد دول خسرت في هذه الفترة لأن هي اعتمادها كبير كان على السياحة. لكن الحمد لله مع العودة ومع يمكن كثير من الأشخاص الحين بدأوا يسافرون، بدأت تنشط السياحة. لكن كان في نوع آخر من السياحة اللي هي السياحة الداخلية داخل دولة الكويت. الفترة اللي طافت بعد ما صار في إغلاق بدأت كل شيء، يعني خلينا نقول أماكن تفتح عندنا بالكويت، الناس قامت تكتشف أماكن ما كانت تروح لها أو ما كانت تحب أن هي مثلا تطلع أو تكتشفها. لكن اليوم أنا أشوف في أماكن داخل دولة الكويت، أماكن حلوة ترفيهية ممكن ناخذ عيالنا نروح نستكشفها. وأنا واحدة من الناس أشوف كل شيء حلو داخل دولة الكويت، يعني حتى لو كان الجو رطوبة غبار حر أنا أشوف الكويت حلوة بكل حالاتها، وأحب أستمتع بكل مكان داخل الكويت. أكيد حلم الواحد يعيش اللحظة ويستمتع في كل مكان هو يزوره ويكتشف العالم ويكتشف الأشياء الجديدة والأماكن الجديدة اللي هو ما راح لها ولا زارها ولا تعرف عليها، وأيضا يعرف أبنائه على التراث الكويتي. إذا بنتكلم عن السياحة العالمية طبعا اختلفت أنواع يعني الأمور هذه الخاصة في الدول. في ناس صارت السياحة مقتصرة يعني عندهم بس مثلا هم يغيرون جو يشوفون الطبيعة. صحيح. لكن في أشخاص استغلوا هذا الموضوع في أنهم يتنوعون في اختياراتهم لما يسافرون. في سياحة رياضية، في أشخاص يسافرون بس علشان يحضرون مباريات، وصارت الملاعب تضم وتستقطب عدد كبير من الجمهور والعشاق الكرة وخاصة كرة القدم. أكيد فاطمة هذا جانب وايد مهم على فكرة، هم ينشط السياحة عند كثير من الدول اللي تعتمد فيها على مباريات كبيرة ممكن يحضرونها الناس. وأيضا السياحة ممكن الواحد يكتشف تاريخ الدول، في ناس تحب الثقافة وايد، فلما تسافر تحب تكتشف هذا الجانب، ثقافة الدولة، لغتها الأم، ممكن تتعلم بعد من خلال السفر لغات. يعني السفر مفيد بكل حالاته، نفسيا، ثقافيا. صح. تعليميا، شوبينج، احنا الحريم بعد ممكن نستانس فيه. فحتى المرأة اليوم ترى تنوعت في اختياراتها. فعلا. في مرة تحب تسافر لمثلا الشوبينج، في واحدة تحب تسافر انها تكتشف معالم تاريخية او ثقافية، فكل واحد حسب ذوقه. فعلا، يعني احنا ما شاء الله عندنا في دول الخليج ايضا اسماء مدن تاريخية من خلالها الواحد يتعرف على تاريخ الوطن العربي وتاريخ اجدادنا وابائنا في الخليج. وايضا في كثير من المدن في دول الخليج تستقطب معارض عالمية كنوع من الثقافة، مثل الحين يعني التحضيرات لإكسبو دبي 2020 وغيرها من التحضيرات. والمدن في المملكة العربية السعودية أيضا لاحظنا السياحة واستقطاب السياح والحديث عن المدن الموجودة في المملكة العربية السعودية، وإيش كثر الناس يعني تفاعلوا مع الأمور الخاصة في الموسيقى والثقافة والتعرف على ثقافة الدول والشعوب في دول الخليج. حلو هذا التطور الكبير اللي تشهده دول الخليج
خلينا نقول من الناحية السياحية. نعم. طبعا كثير نواحي مهمة، لكن الناحية السياحية اللي قاعدين نتكلم عنها، الواحد يسافر لأي دولة خليجية علشان يستكشف هذه الدولة، فيها كثير من الأمور المفيدة اللي ممكن نستمتع فيها، مناظر حتى طبيعية، اللي يحب يروح الطبيعة. نعم. يروح إلى سلطنة عمان، يروح صلالة، يعني فيها كثير من المناظر الطبيعية الخلابة الجميلة. حتى المملكة العربية السعودية فيها بعد مناطق الصراحة إبداع ما شاء الله، يعني سبحان الخالق. صح. لما تروحين وتشوفين، فيعني داخل بيننا وبين بعض، احنا حتى كأهل وأقارب ممكن نتزاور، نقول لما نروح إلى دولة خليجية نستمتع بمناظرها الطبيعية. والبحرين يعني لها نكهة ترى بعد مميزة، وقطر كلهم عشان لا يزعلون، لأن فعلا أنا واحدة من الناس أعشق أهل الخليج، وأعشق يعني طبيعتنا، تراثنا، حضارتنا، فكل شيء حلو عندنا الصراحة. فعلا أكيد، ودائما نقول خليجنا واحد. راح نكمل إن شاء الله من خلال فقراتنا في برنامجكم شاي الضحى، خلكم معنا لا تبعدوا، راجعين لكم. ضيوفنا القادمين لجين عبد الله الفرحان، معلمة وباحثة تاريخ. الدكتورة أسماء لتحيم، حاصلة على دكتوراه في الترجمة من جامعة بيرمنغهام المملكة المتحدة. تابعونا بفقرة على الموضة اللي نغطي فيها كل جديد بعالم المرأة. رجعنا نتواصل معكم من خلال فقراتنا في برنامجكم شاي الضحى. انطلقنا مع السياحة والحين في عالم الموضة، وطبعا كل سيدة فينا تهتم بهذا الجانب، علشان كذي خصصنا لكم هذه الفقرة اللي من خلالها نتعرف على آخر صيحات الموضة وخطوط الموضة حول العالم مع الزميلة أنسام الخلف. تابعوها. صباح الورد عليكم متابعينا، نتمنى تكونون بخير وصحة وعافية. بفقرتنا اليوم راح نتكلم عن موضوع وايد مهم في الموضة، ويساهم بإبراز جمال الأزياء، وهو الحقائب. الحقيبة طبعا لها دور كبير بإبراز جمال الأزياء، وضيفتنا اليوم قدرت إنها تتفنن بصنع الحقائب، فصنعت حقائب من تصميمها عليها رسومات جميلة وتركيبات رائعة من إبداعاتها. منو تكون ضيفتنا اليوم؟ خلونا نتعرف عليها بعد هذا الفاصل. صباح الخير متابعين برنامج شاي الضحى. اختياري لمجال الجناط، احب الفن بجميع انواعه، لكن الجناط تحسسني ان انا شايله قطعه فنيه تروح معي اي مكان، فهذا السبب اللي خلاني اختار هالمجال. لاحظنا أن الحقائب عليها رسومات جميلة ومميزة، وبعض أعمال الغرز وتركيبات من الأقمشة. خلونا نتعرف عن سبب اختيارها لهذا النوع من الفن. بدايتي مع الفن كان كطفلة صغيرة تحب الفن، كبرت حسيت أن أنا أبي أسوي أكسسوارز يكون خفاف، ما تكون ثقيلة مع الصيف والهدوم، بشيء خفيف وبنفس الوقت يعطي موديل ويعطي شكل. فبلشت من هالجانب، سويت أكسسوارز من الخيوط من الحبال، بس كان شكلهم وايد مميز، كانوا يسألوني عنهم وايد. بعدين حسيت أن الأكسسوارز مو كافي بروحها، بدنا نبلش نسوي جناط معاهم بحيث أنه يكون
قطعة يعني كاملة، ست كامل حق المرأة. صن إيمان صاحبة بزنس، خلونا نشوف وياها شنو الأهم بالنسبة للمرأة في اختيارها للحقيبة المناسبة وشنو السبب. بالنسبة للمرأة أشوف أن اختيارها للحقيبة يعتمد على أول شيء أنها تكون مناسبة لها كشكل، مريحة، تؤدي الغرض اللي مستخدمة عشانه. ثاني شيء تكون خفيفة، مو ثقيلة اللي هي تعبها وهي شايلتها، بنفس الوقت شكلها وايد حلو ممتع لما تكون شايلتها، تكون مرتاحة ومستأنسة بشكلها. غالباً اللي يصممون حقائب وأكسسوارات يهتمون أن يعرضون أعمالهم في عدة معارض، إلا أن ضيفتنا عندها وجهة نظر مختلفة. خلونا نتعرف على وجهة نظرها. بالنسبة للمعارض شرف أن أنا أشارك فيهم، لكن الفن بالنسبة لي حالة، هو مزاج معين، ف ما أقدر ألتزم في فترة معينة أخلص مجموعة معينة، لا، لأنه هو يعتمد على شنو الفكرة اللي جت في بالي الحين، تكون وليدة اللحظة، ما يكون مخطط لها مسبقاً، على حالتي النفسية، شنو الشيء اللي يطلع معاي. ساعات الفكرة كلها تتغير، أكون مبلشة بشيء ويتغير 100% لأن تغيرت الفكرة. فالتزامي في معارض لأفكار معينة ممكن يحرجني مع المنظمين، فأحب أن يكون الفن بالنسبة لي هواية أكثر. إلى الشكر ضيفتنا السيدة إيمان الربعي، ونتمنى تكونوا استمتعتوا بفقرتنا اليوم. تابعونا الأسبوع الجاي مع موضوع جديد. رجعنا معاكم مشاهدينا، وراح نكمل مواضيعنا في شاي الضحى، لأن السياحة ثقافة فتعكس كثير من الثقافات. لما الإنسان يسافر لأي دولة يحب يبحث أكيد عن ثقافتها ولغتها، وأيضا لأن اليوم يصادف اليوم العالمي للسياحة، حبينا أن احنا نسلط الضوء على هذا الجانب بشكل كبير، لكن وين؟ داخل دولتنا الحبيبة الكويت. هذا الموضوع راح تفيدنا أكثر الأستاذة لوجين عبد الله الفرحان، معلمة وباحثة أيضا في التاريخ. صباح الخير، حياك الله معنا في شاي الضحى. الله يحييك يا هلا. حياك الله معنا أستاذة لوجين في برنامج شاي الضحى. في البداية ودنا نتكلم بشكل عام عن أهمية السياحة في كل دول العالم. والله هو الحلو بالسياحة أنه هو يخلي الناس مو بس أن يكتشفون الدولة، بس هم يكون في رموز معينة، وبالذات بالكويت أنا أؤمن وبشدة أن الكويت دولة سياحية. نعم. والسياحة على عدة أنواع، اللي يبي المجمعات ما شاء الله الكويت معروفة بهالشيء، اللي يحب التاريخ مثل أنا وحتى غيري، الكويت معروفة حتى بالقرون السابقة أنها دولة سياحية ومعروفة بالضيافة وبالكرم. نعم. مثلا تدرون بالقرن التاسع عشر كان في عالم ياباني وهم شاطر بالتجارة باللولو. نعم. يا الكويت عند الشيخ الله يرحمه عبد الله بن صباح الأول. نعم. وقال لاحظ بالكويت هم شطار مو بس بالتجارة ولا حتى بالسياحة، معروفة بالكرم على بساطتهم، معنى أهما ناس لهم المواهب العديدة. نعم. لهم الضيافة والكرم رغم بساطتهم. نعم. وحتى عند الشيخ الله يرحمه مبارك الكبير اللي معروف بالكويت كلها، كنا نعرفه طبعاً، كان له علاقات عديدة مع عدة دول. نعم. حتى لغاية 1915 لما توفى الله يرحمه. نعم. أثناء الحرب العالمية الأولى كان معروف أنه دبلوماسي، له علاقات بالدول العثمانية، بروسيا، بريطانيا. صحيح. وأمريكا. صحيح. رغم أنه بالحرب العالمية الأولى كانوا بريطانيا وفرنسا وروسيا مع بعض ضد دول ثانية. نعم. بس مع شطارته وضيافته وكرمه عرف أنه
يسوي جسر بينهم. حتى في فيلم وثائقي وكتاب اسمه My Friend the Sheikh، صديقي الشيخ، يورينا كل هالأشياء من السياحة والرموز الكويتية والضيافة والكرم والدبلوماسية. نعم أستاذة لوجين، ذكرتي نقاط وايد مهمة الصراحة، يعني كونك باحثة بالتراث ومعلمة وأكيد درستي حتى هذا الجانب، فمتبحرة فيه أكثر من غيرك، من أي شخص عادي. يعني إيش كثر مهم اليوم أن الشخص نفسه، الفرد يعني، عنده مسؤولية أنه هو يبحث عن تاريخ وطنه، يعرف شنو هي المعالم الموجودة عندك سياحيا مثلا، ويشجع الدول الأخرى أو الأشخاص أنهم يزورون ديرته. إيش كثر هذا الجانب مهم عند أي شخص لازم يكون موجود؟ أنا أحس برأيي هذا واجب وطني، والحمد لله إحنا بزمن فيه سوشيال ميديا، في الأبل تي في، في حتى اليوتيوب، الواحد لو ما يبي يقرأ يبي يشوف فيلم وثائقي طبيعي صحيح. على نتفلكس وحتى اليوتيوب ترى فيه وايد، أو حتى بعض الحسابات اللي بالإنستغرام، وأنا منهم. أنا حسابي بالإنستغرام history.addiction، وأنا أحط أفلام وثائقية أنا مسويتها مع صوتي عشان أثقف غيري. وايد حلو. نعم. والحلو بالشيء إن أنا زرت كذا متحف بالكويت، ووايد ناس ما يدون عندنا متاحف، عندنا ما بين 27 لـ 33 متحف بالكويت. ما شاء الله. نعم. زرتهم كله ما عدا ثلاث. نعم. والحلو في مثل بيت ديكسون اللي بجانب البحر. أي. عندنا حتى الدواوين القديمة اللي للحين موجودة على حطتها. الواحد حتى بالذات بيت ديكسون في عامل هناك قام يسوي التور كتور جايد. كان موجود من مكان أبو سعود وأم سعود ديكسون موجودين بالكويت الله يغفر لهم. نعم. وحتى يعطيكم معلومات، وحتى بالغزو كان موجود رفض إنه يطلع، يعطي جايدز معروفة وجميلة، حتى لو تصعدون فوق تشوفون غرف أم وأبو سعود ديكسون معدومهم، الساعة على حطتها، فالواحد يقدر يعيش اللحظة كأنه كان معاهم. نعم. نعم. بس الواحد لازم يبحث ويشوف، وتركها نعم. بسيطة وونيسة حتى. أكيد يعني نوع من الثقافة الواحد يتعرف على التاريخ ويأخذ هذه المعلومات من أماكن تكون موثوقة، لأن أكيد في هذه المتاحف كل المعلومات تكون جدا دقيقة. أهمية التسويق لهذا الكم من المتاحف، يعني قلتي عدد لا يستهان فيه، يمكن بعض الشباب و ايضا الاطفال ما عندهم هذا الباك جراوند وما عندهم خلفيه عن هذا العدد الموجود عندنا من المتاحف، فايش كثر مهم انه يكون في عمليه تسويق للاماكن السياحيه ومن هالمتاحف. اكيد هو التسويق شيء اساسي حق اي منتج، سواء كان منتج معين او حتى شيء وطني مثل المتاحف. ومثل ما ما شاء الله علينا بالكويت في التسويق بعده انواع، وما شاء الله شبابنا وطاقاتنا الشبابية موهوبين بهالشيء. نعم. وحتى الحكومة بعد بالذات مو مقصرة. خلنا أعطيكم مثال، أنا يوم السبت وأحمد ربي إنه صار هالشيء والله كتبها لي، زرت متحف قصر السلام اللي هو صوب شاطئ شويخيم المركز الثقافي مال جابر الأحمد الله يرحمه. نعم. وأنا شفت شيء الصراحة ما ودي أحرق على غيري أو أخرب على غيري، بس كل اللي أقدر أقوله الواحد لازم يروح، هذه كان تسويق وطاقة حكومية شبابية. نعم. الواحد يقدر يعيش لحظات دولته، وحتى وأنا الحين قاعد أكلمكم الصراحة كالشعر ينبي من شيء. شو اللي جذبك بالضبط بهذا المتحف؟ شغلتين. نعم. إن شون وحتى قالوا هذا شيء حكومي صار، الديسبلاي نفسه شيء ما حصل من قبل بالكويت. نعم. من ناحية إضاءة، الأثاث حتى من الزمن القديم، من القرون القديمة، شان طلعوا أشياء من أحد الستون إيج والهلانستيك بيريد، وقت ما قبل الإسلام وبعد هالشيء. نعم. شان نقوا هالأشياء، هالصخور، هال أشياء رهيبة. التاريخ جميل جدا لما الإنسان يتبحر فيه، يتعمق فيه أكثر، ويحاول هو بنفسه يكتشف، مثل ما حضرتك قاعدة تسوين أستاذة لوجين. ذكرتي من قبل شوي توثيقك للأماكن اللي قاعدة تروحين لها، تصورينها بالصوت بالصورة، تشرحين الأماكن للأشخاص. إيش كثر تشوفين في تفاعل من قبل الأشخاص اللي بالسوشيال ميديا والمتابعين، أنهم قاعدين يتعرفون على أماكن داخل دولة الكويت، يسألونك أسئلة مثلا وين هالمكان، شلون ممكن نروح له؟ إيه مثل أنا لاحظت لما أنا أحط شيء أجنبي في تفاعل، بس لما أحط شيء وطني بالكويت سواء كان أمراء أو أشياء موجودة بالكويت التفاعل أعلى وأكثر.
وحتى يسألون أنا ما كنت أدري من زمان عندنا هالشيء بالكويت، عبال الكويت بس مطاعم وكافيهات ومجمعات. ما كنت أدري في متحف، ما كنت أدري بيت ديكسون بيت مو مطعم، ما كنت أدري في متحف عن القوات الجوية أو حتى عن الشرطة متاحف. ما كنا ندري في مكان كذي بالكويت، ففي تفاعل، وكوني معلمة حتى طلابي وطالباتي يسمعون. وهذا ليش أحس واجب حق كل معلم، سواء كان إنجليزي عربي أو اجتماعيات، يعني لو ماتر شنو التخصص مالك أو ماتج، ما دام عندك أو عندك رابط مع الطالب صحيح، راح يسمعون كل شيء وراح يبحثون وراح يدورون وراح يحنون يبون يروحون حق هالمكان أو يتعلمون أكثر. مرة قلت كلمة بسيطة حق واحد من طلابي، قلت له تدري في متحف اسمه بيت الجرين؟ هو من مواليد 2000 وشيء، ما لحق على ما يدري صحيح، ما يدري صح. قال صج مس يعني البيت مكسر ولحم في أثر؟ قلت له إيه، وراح وبحث وقال أنا حق أستاذي مال الاجتماعيات سويت بحث كامل وفيديو صوت وصورة وأنا أتكلم من كلمة قلتيها يا مس. فالواحد يعني معنى أنا مو مدرسة تاريخ بس هالشيء أثر على مواد، عاش لحظات هو ما كان موجود فيها أصلاً عاشتها طبعاً دولة الكويت. وحتى الطاقات اللي عندنا، وهذا النقطة الثانية من اللي شفت بقصر السلام، يعني أنا عن نفسي ودي أشكر هالست أشخاص اللي صدق ما قصروا معنا. اللي أهما حمد الفيلتشاوي، نوف البدر، لجين العدواني، عبد الرحمن الشنفة، عبد الوهاب الكندري، ويوسف الطباخ، يعني بيض الله ويهم، الله يعطيهم العافية. ما قصروا بالتور، وأنصح الكل يروح ويعيش هاللحظات اللي ما عاشوا أو حتى عاشوا. مثلا أنا بنت الغزو، فلما حطوا الغزو تأثرت، حتى أمي قاعدة يمي قالت والله كنا صار أمس. اللي سووه من عرض مؤثرات صوتية وغيرها، يعني يعيشك اللحظات اللي أنت ما كنتي موجودة فيها أصلا، حتى أو حتى اللي عاش هذيك اللحظات يستذكر كن بعض المواقف اللي مروا فيها أهل الكويت. يعني حتى مثلا يحطون صورة مثل شخص كان يمشي بهالممر، أنت تشوفينه وتمشينه بنفس الممر ما غيره. نعم وأكيد يعني حتى اللي يزورون يعني دولة الكويت ممكن تعرفون على تاريخ الكويت من خلال زيارتهم لهذه المتاحف. إذا نبي نرجع لنقطة أستاذة لوجين، الطلبة والطالبات، كنت معلمة، يعني هل لمستي شغف الطلبة يعني في أنهم يزورون مثل هذه الأماكن السياحية الثقافية اللي فيها تاريخ لدولة الكويت؟ نعم، يعني مثل ما قلت لك في تجربة 33 متحف. وبدرس من دروسنا كان في عن الأثر الأجنبي بالعهد البرونزي. وقالوا مس هل عندنا، ما أعتقد الكويت عاشت العهد البرونزي، ولا قلت لهم إمبلا تدرون في متحف مال السيد طارق رجب الله يرحمه، وكان معروف هو مع زوجته جيهان الله يرحمهم، كان يحبون يجمعون الارتفاكتس القديمة. وحتى من وراء الجزاز الواحد يقدر يشوف وفي نبذة عنه. قلت له يا حبيبي روح حق المتحف وبتشوف. وقال مس ما كان ودي أطلع، ما كنت أدري في شيء كذي بالكويت، المكان شكله صغير بس الدشين دايمنشن مختلف. قال مس بدال الساعة قعدت 3 ساعات وما كان ودي أطلع. ففي بالكويت وحتى عن الغوص في الماريتايم ميوزيم، الواحد يشوف حتى الأشياء اللي كانوا يستخدمونها أيام الغوص واللولو الأدوات كلها بالديرة. وايد حلو، خصوصا حق مرحلة عمرية جدا مهمة اللي هي تبي تتعرف على طبيعة بلدها، تبي تعرف التراث، تبي تعرف يمكن حتى بالنسبة للأدوات اللي كانوا يستخدمونها. فأنا أحس أن هذه المتاحف وايد مهمة أن يزورونها. يمكن بفترة الكورونا انقطعت هذه الأمور خصوصا بالنسبة للمدارس. المدارس يعني صراحة عندي وايد مهمة أن هي ممكن تعرف للطالب يعني كثير من الأمور داخل ديرتهم. بما أن الحين ردت المدارس ودورك كمعلمة وتحبينش أنت تثقفين الطلبة بالتاريخ الكويتي تحديدا، فشنو اللي قاعدة تجهزين لهم يا كأمور أنك أنت ترجعين تنعش ذاكرتهم في هذه خلينا نقول المتاحف وغيرها من الأماكن بالكويت؟ هو الحلو إن الحمد لله الكويت مهتمة حق هالأشياء ومن عدة outlooks وoutlets. مثلاً بالإنستغرام في كذا حساب عن هالشيء، وحتى أنا عن نفسي أوريهم صور لما أنا كنت أروح أزور هالمتاحف أوريهم إن شفت هالصورة، أنا وراي أداة كان يستخدمونها أيام الغوص، وراي شيء كان يستخدمونه بالغزو، أو هذه فنانة كويتية بالمتحف مال الرسوم والفنون المعاصرة سووا
فلما اوريهم الصور اوريهم ان انا رحت وانا شفت وحتى بحسابي انا وثقت هالشيء، هذا الشيء يحفزهم يقول الحمد لله خلصنا من الكورونا وفتحت كل شيء، اقدر اروح الويكند بدل ما اروح مثلا مكان معتاده اروح لها، اروح ازور مع اهلي او حتى رفيجاتي او ربعي نسوي منها طلعه، وبالذات هي بالديره ناخذ قهوتنا ونروح. فاستاس ما اسمع منهم ان ترى سوينا هالشيء او قاعد نفكر نسوي. وانا عندي امل كبير ان المستقبل والطاقات الشبابيه اللي عندنا راح تغير مجرى حياتنا للافضل والافضل. نعم اكيد، دائما الشباب هم يعني عماد الوطن وهم المستقبل الواعد. ودنا نتعرف من خلال خبرتك في عالم السياحه استاذه لوجين وعشقك للثقافه وتاريخ الدول، ابرز المتاحف العالميه اللي زرتيها. هو انا من احلى المتاحف اللي رحت لها، لان الكل يعرفني لو يعرفوني شخصيا انا وايد احب الرئيس الامريكي جون اف كينيدي. نعم. وهو بالنسبه لي قدوه تاريخيه. بعام 2014 رحت فلوريدا، وانا رحت حق السبيس سنتر مال جون اف كينيدي، ولما شفت الاشياء اللي عندهم وثقوه من حتى هدومه واغراض عياله وحتى شنو كان يبي يسوي. نعم. انه هو عنده مقوله مشهوره انه وي كان بوت ا مان اون ذا مون سم داي، نقدر نحط رجل على القمر يوم من الايام. نعم. وطبعا ما تقبل صار هالشيء، اغتالوه بعام 63 ولما زاروا القمر كان 67، فان شلون رؤيته كانت واضحه. نعم. وصار ما وصارت شيء مميز. نعم. وحتى الواحد لو ما يقدر يسافر معروفه انه في كذا دوله يحطون شيء بالارشيف. صح. وانا الماجستير مالي علوم مكتبات ونظم معلومات، تخصصت باللو والاركايفنج اللي هي القانون والارشيف. نعم. وايد متاحف وحتى مكتبات مثل The University of Maryland، جامعة ماريلاند، عندهم أرشيف خاص حق جميع دول العالم وبالذات بأمريكا وأوروبا، يشوفون الكتب على حطتها تشنة قدامك 3D أو حتى تقدر تصفحين. وايد حلو. صحيح، والحين محتاجين هالشيء هذا، إن في وايد أشخاص يعني لغاية الآن ما يقدرون يسافرون أو مو حابين إنهم يسافرون، ممكن يكون عندهم هذه المعلومات. شنو هي كلمتك الأخيرة للسادة المشاهدين؟ شو تحبين توجهين لهم كلمة بهالموضوع هذا؟ والله ما ودي يكون كلمة مني، بس من الله يرحمهم الشيخ صباح الأحمد الله يرحمه ويغفر له، وجابر الأحمد الله يرحمه، والله يطول بعمره الشيخ نواف الأحمد. ثلاثتهم قالوا مقولة معروفة وشهيرة، اللي هي الوطن لها طاقات ومواهب ولازم نستغلهم ونعطيهم المجال ان ينورونا. نعم. وانا لي امل كبير مو بس كوني معلمه، بس كوني اشوف الناس وتطوراتهم وحبهم للتاريخ والسياحه والسفر، ان الكويت احس بايدي امنه. نعم اكيد، طاقات شبابيه كثيره عندنا في دوله الكويت. شكرا لك استاذه لوجين، نورتينا في برنامج شاي الضحى، يعطيك العافيه. الله يعافيكم، شكرا. شكرا لك. ننتقل معكم مشاهدينا الى فقرتنا القادمه خدمه العملاء. مهم جدا ان الشخص يعرف شلون يواجه العميل، وهي ابرز الامور اللي لازم يتعلمها ومهارات في مجال عمله، خصوصا في مجال خدمه العملاء. كل هذا واكثر ان شاء الله راح تعرفنا عليه الاستاذ ريحاب الطواري، استقبلوها. صباحكم الله بالخير مشاهدين برنامج شاي الضحى، وفقرة جديدة من فقرات خدمة العملاء والجانب الإداري منها. طول عمرنا نسمع كلمة التفاني في العمل أو التفاني والإخلاص، ودائما مربوط في العمل. لو نتكلم بهذا الموضوع بشكل أخص في مجال خدمة العملاء، شنو معنات التفاني في العمل في مجال خدمة العملاء، وخاصة أن احنا كلنا نتعامل بشكل يومي مع عدة جهات، منها جهات حكومية خاصة أو حتى في المشاريع اللي موجودة على السوشيال ميديا أو حتى عن طريق الواتساب. التفاني في العمل هي من أهم الصفات اللي موجودة، أو هي بذرة العطاء في أي مشروع أو أي مؤسسة أو أي عمل كان. لأن نتكلم عن العطاء معناتها نتكلم في مجال خدمة العملاء عن أسس لازم يتعرف عليها موظف خدمة العملاء ورب العمل كذلك، في إن شلون ممكن يعطي الخدمة حقها
على جميع الجوانب اللي تخص المعاملة والعميل وكذلك المؤسسة أو المكان اللي يشتغل فيه. راح نتكلم عن أهم القيم اللي لازم تحرص تكون موجودة معاك في مجال خدمة العملاء، وهذه القيم تهمك أنت كمراجع، كعميل، تهمك أنت لو كنت صاحب عمل أو بزنس، وكذلك أنت كموظف في مجال خدمة العملاء أو بالصف الأمامي للعملاء. راح تهمك أنك تتعرف شنو هذه القيم اللي أساساً تعتبر منارات حق العمل والتفاعل بشكل يومي مع عملائنا. خلنا نتكلم عن أهم قيمة في مجال خدمة العملاء ونطالعها بشكل وايد كبير، هي السرعة. السرعة دائما مربوطة في الجودة، السرعة مربوطة في المال، والسرعة مربوطة في إن أنا فعلا أحس برضا في المكان اللي أتعامل معاه. أخذ على سبيل المثال، لو أنت كنت زاير أي جهة حكومية ودك المعاملة تخلص بأسرع ما يكون، ودك تكون لك أولوية وأنت تكون أول واحد. تخيل أنت في مكان خدمي وتبتاخذ الخدمة، ودك تحس ان الخدمه مفصله عشانك وتخلص بسرعه مثل ما انت تبي، من غير ما تحس وتقول لهم لو سمحت خلصها بسرعه. فعامل السرعه دائما ياثر في انجازنا حق المعاملات وين ما كنا. فشلون ممكن نمكن قيمه السرعه عند موظفينا؟ نحرص ان جميع الوسائل اللي تخدم العميل تكون موجوده، يعني اذا كان يحتاج نوع من طباعه الاوراق، يحتاج انه يصفط في مكان معين، يحتاج ياخذ رقم معين، نسهل له كل الطرق اللي موجوده حواليه قبل لا يوصل عندنا وياخذ الخدمه. بالاضافه ان الموظف نفسه لازم يكون سريع في الاجابه على العميل، سريع في التجاوب او حتى ايصال المعلومه او الطريق حق العميل، وكذلك تكون الانظمه اللي يستخدمها سريعه وابديتد وتكون مواكبه حق التطور الحالي. اليوم بدينا نقارن كل المؤسسات في الثانية بشكتر هي سرعة إنجازها حق المعاملات أو أن طلباتنا توصل بسرعة. وانتوا قاعد تطالعون بالفترة الحالية أن اليوم في تنافس عالي في شركات التوصيل الخاصة في الأكل، أن هي حريصة في أن تحط لها رقم معين ووقت معين في توصيل الأكل، وهذه نقطة ميزة كبيرة تخلي التنافس عالي بين المؤسسات والشركات. دائما هذه القيم نحطها في اساس تعاملنا وتطويرنا حق خدماتنا سواء مع عملائنا او تعاملاتنا او داخل مؤسساتنا. شكرا لمتابعتكم الفقره هذه، وان شاء الله نشوفكم في فقرات قادمه من برنامج شاي الضحى. رجعنا نتواصل معكم من خلال فقراتنا في برنامجكم شاي الضحى. هذا الأسبوع يصادف اليوم العالمي للترجمة، وتحديداً يوم 30 سبتمبر، وفي هذا اليوم يتم تسليط الضوء على دور المترجم حول العالم. علشان كذي اليوم معنا في هذه الحلقة أكيد مترجمة كويتية نفتخر في أنها مترجمة في عدة منظمات دولية، الأستاذة أسماء لدحيم. حياك الله معنا دكتورة، منورتنا في برنامج شاي الضحى، ودائما نسعد في لقائك. حبيبتي يعطيك العافيه، مشكورين على الاستضافه. حياك الله معانا، وصدق يعني تخصص جدا مهم، له دور كبير في حياتنا من خلال كثير من الامور، نتعرف على ثقافات الدول. صح. حتى موضوعنا اليوم كان عن السياحه. صح. والسياحه بدون الترجمه ترى راح تصير صعبه علينا ان احنا نفهم طبيعه وتاريخ اي دوله نروح لها، ممكن في بعض الدول حتى لغه انجليزيه ما يتكلمون. صح. فهذا دور مهم، فخلينا ننطلق معك في هذا الموضوع ونقول ايش كثر مهم دور المترجم في حياتنا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أحب أشكركم على الاستضافة مرة ثانية. حياك الله. أول شيء أحب أبارك للمترجمين في يوم الترجمة، يوم 30 سبتمبر. طبعا المترجم مهم جدا نفس ما قلتي، ان يعني لولا المترجم احنا ما نقدر اول شيء نتواصل للعلوم الثانيه، للثقافات الثانيه. يعني ابسط شيء لما نروح المتاحف، ما دام تكلمتوا عن المتاحف والسفرات وكذي، اغلب الناس تلقون يحطون يعني مثل كشك فيه اكثر من لغات علشان كل واحد يتعرف على مثلا المتحف، الامور المتعلقه في المتحف، علشان نوصل حق الثقافه. يعني الترجمه مو بس مجرد اني انا اترجم اللغه، انا اترجم المعنى، اترجم الثقافه، اترجم الحس اللي انا اعيشه لما انا اكتب هذه الكلمات المعينه في اللغه الاولى لما اترجمها في اللغه الثانيه. وسعيده جدا يعني مره ثانيه ما ابي اقول زياده، بس انه سعيده جدا ان تم تسليط الضوء على مهنه المترجم، لان بالسابق ما كان عندنا يوم للمترجم. هذه يعني شغله جديده، 2017 تمت يعني اقرارها من الامم المتحده،
ويعني تو ريسنتلي بدينا يعني نحتفل في المترجم وتسليط الضوء على المترجم كأنه يعني مهنة وكعلم بحد ذاته. أكيد. طبعا أكيد، ومهنة جدا مهمة. صح. ولها أهمية حول العالم. إذا نبي نتكلم عن المهارات اللي لابد كل مترجم يكون يعني مشتغل عليها ومطورها في هذه الوظيفة. هو طبعا احنا لازم نفرق بين مهنة الترجمة، في لها مترجمين نوعين. النوع الاول اللي هو المترجم الفوري اللي شفوي. نعم. فنلاقيهم بالمؤتمرات الكبيرة، المؤتمرات السياسية، حتى على التلفزيونات. صحيح. يعني مقابلات. هذا المترجم يحب يبسط اللغة، يعني من اهم مهاراته تبسيط اللغه، وهذا الشيء لازم يعني. اي طبعا يصير. لازم، لانه هو يسمع اللغه. يعني لما انا اكتب مثلا الخطاب في الامم المتحده. نعم. يكون بلغه صعبه، يعني الواحد يبي يبين انه هو فصيح لغويا، فانا اكتب بلغه صعبه، لكن كمترجم انا اسمع واترجم بنفس اللغه، فلا بد اني انا اسهل اللغه على المستمع واسهلها على نفسي عشان انا يعني اسمع واترجم بنفس الوقت. فتسهيل اللغه وسرعه البديهه، ان انا اسمع بسرعه استوعب. وشيء يمكن لاحظتوه فيني ان انا بسرعه اتكلم. صح. لان المترجم بسرعه يتكلم، يبي يلحق على المعلومات اللي عنده يعني يبي يترجمها. نعم. اما بالنسبه للمترجم التحريري لا، يكون ياخذ وقته يترجم شوي. صح. شوي، ويبي يعطي يعني خلينا نقول يعني تاتش حق الجماليات، يعني جماليات للنص اللي يكتبه. صحيح. اكيد هذه مهارات الصراحه يتميز فيها كل شخص بروحه. صح. يعني شلون ممكن انه هو يطور من نفسه؟ فهذا سؤالي اليوم للدكتورة، شلون المترجم يقدر يطور نفسه اليوم؟ خلينا نتكلم عن السلم الأكاديمي أكثر. هو طبعا احنا عندنا بالترجمه اول شيء الواحد لازم يكون تاقن اللغه نفسها، يعني انا لازم اتقن اللغه الاولى اللي هي لغه الام، وبعدين اتقن اللغه الثانيه اللي بترجم لها. لغه عربيه فصحى مثلا. اللغه العربيه الفصحى. نعم. يعني احنا عندنا في مشكله في الجامعه لما ندرس الطلبه يقولوا لي عادي نترجم بالكويتي، اقول لهم ما يصير، يعني انا ما يصير فجاه اترجم. وللامانه يعني هذه احد الاشياء اللي انا حصلت معي شخصيا. يعني انا في بريطانيا كنت قاعده اترجم في احد المؤتمرات، وكانت الكلمه فلودز بالانجليزي يعني فيضان، فقلتها فلودات بدل ما اقول فيضانات، يعني لان المترجم احيانا يخطئ. لكن احنا يعني كمترجمين لازم نتقن اللغه الام اللي هي اللغه الفصحى، سواء اللغه الانجليزيه او اللغه العربيه او اي لغات اخرى، الفرنسيه الاسبانيه وما الى ذلك. طبعا لازم اتقن اللغه، بعدين اخذ دورات خاصه في الترجمه، سواء الترجمه التحريريه او الترجمه الفوريه الشفويه، وبعد ذلك التخصصيه. يعني مثلا انا بتخصص ترجمه في القانون، ترجمه في الطب، اخذ دورات يعني عادي تكون سنه كامله، لان الكلمات دقيقه وصعبه. الكلمات. صح. برافو. لان صح. الكلمات صعبه دقيقه، بعدين حتى في ستايل معين للغه. يعني ستايل معين. صح. للغه القانونيه، ستايل معين للغه الطبيه. صح. ستايل معين للغه الادبيه تكون خفيفه يعني على السامع. نعم. يعني دكتورة أنت ما شاء الله مترجمة في أكثر من منظمة دولية، منها اليونسكو وأيضا الصليب الأحمر البريطاني، وفي يعني في الجهتين في المنظمتين عندهم خط مختلف يعني. طبعا. فهذه المصطلحات مثل ما ذكرتي مثلا الطبية أو المصطلحات الخاصة في الأمور السياسية الإنسانية، إيش كثر مهم أن كل مترجم يتقنها؟ وهل هي بالفعل تكون مختلفة عن المصطلحات اللي نستخدمها بشكل يومي مع بعض؟ إيه وايد مختلفة. يعني أبسط شيء أنه لما تترجمين للصليب الأحمر يعني تترجمين للاجئين أغلب الأوقات، فتختلف اللغات تماما. يعني احنا اللغه العربيه لغه واحده، لكن تدرون عندنا اكثر من لهجه، يعني مثلا اللهجات الشاميه، اللهجات المصريه، يعني تونس والمغرب والى ذلك غيره، طبعا الخليج. فلما يتكلم الشخص وانت اصلا مو فاهمه اللغه او اللهجه، يصعب. نعم. عليك ان انت تترجمينها للغه الانجليزيه، لانه مطلوب منك تترجمينها للغه الانجليزيه. غير ذلك ايضا تصعب احيانا يعني وجود مقابل اللغوي، يعني مثلا لما يقولون كلمه ما لها مقابل لغوي في اللغه الانجليزيه او اللغه العربيه، فتصعب ترجمتها. فلازم هني مهاره المترجم وشطارته انه هو بديهه يعني. نعم. لان هني ممكن الواحد ينحط بمواقف جدا صعبه، خصوصا في المؤتمرات الكبيره مثلا. طبعاً. السياسيه. طبعاً. وغيرها، يحتاج انه هو عنده مهارات جدا عاليه. طبعاً. وانه هو يتقن نقول دوره في مهنته، لأن فعلا هذه كلها مهارات يمتلكها شخص، وكل شخص يختلف عن الثاني في مهاراته. صحيح. صحيح. أنا بسألك سؤال. اليوم لما نطالع الأفلام مثلا، أحيانا تشوفين الترجمة
مخالفة لمعنى الكلمة نفسها. صح. فإش كثر هالشيء هذا يفرق من مترجم إلى آخر. صح. كجماليات بالكلام لما تطالعين الفيلم وتشوفين أن المعنى مختلف تماماً كمعنى. صحيح. يعني صحيح. عن صحيح. الكلمة بحد ذاتها. صحيح. هو أحياناً المترجم يبدع من عنده. أي. يعني كرياتيفيتي احنا نقول. نعم. طبعا مرات يخوره ومرات تضبط معها. يعني مرات شنو على اساس انه والله انا مثلا هذه الشغله غير لائقه اخلاقيا او مثلا دينيا. صحيح. للمجتمع. صحيح. او شغله لا تمت للمجتمع بصله انه يعني ما راح يفهمونها مثلا اني اترجم قرقيعان قرقيعان ما حد راح يفهمها فاغير شوي العب بالمعنى. فهني يدخل دور المترجم إن هل أنا أكون يعني صادق مع النص أنقله كما هو ولا لا والله أنا شوي على أني مثلا أبي أزيد طابع فكاهي ولا أبي أضحك الناس ولا عشان أن الفيلم يعني يكون أحلى ومفهوم. يعني أقدر ألعب شوية بالنص تويكينج هني وهني. نعم. عرفتي فممكن يصير بس طبعا قابل للرقابة. يعني أحيانا النصوص تكون غير قابلة لأن أنا أسوي لها إديتينج ممنوع رقابيا تعديل. لا, ما يصير إيه؟ لا ممنوع لأن مثلا يقول لك الكوبي رايت وأنا ما أبي تغيرين في النص فحتى الكتاب يرفض أصلاً لأنه يكون في مثلاً أشياء غير أخلاقية للدولة أو مثلاً في أشياء تمس الـ يعني الديانات أو شيء كذي فكمترجم يعني خلاص أنا ما أقدر ممكن أترجم. يلتزم يعني إيه فخلاص تقولين والله أنا ما أقدر أترجم ومرات لا والله أقدر أشطب هذه أزيد. أيه. هذه وتصير وايد بالأفلام تشوفين كلام يعني ينقال دقيقة كاملة مو مترجم لأن صحيح. مثلاً يكون يعني غير أخلاقي إن أنت تترجمينه. دكتورة ودنا نتعرف يعني كونكم أكيد قاعد تحضرون لليوم العالمي للترجمة والاهتمام في المترجمين مدى الإقبال عندنا في دولة الكويت على هذا المجال خاصة من السيدات؟ والله صراحة أنا أدرس في الجامعة. نعم. وأشوف يعني أن أغلب الكلاس يعني الغالبية ما شاء الله للبنات. نعم. يعني خصوصاً أن إحنا عندنا يعني في الترجمة البنت أو المرأة قادرة على أنها هي تلقط اللغات أكثر من الريال بعدين يعني إيه سبحان الله بعدين يعني تتكلم أسرع. صح. ولها قدرة أن هي يعني تركز بأكثر من شيء تركز بأكثر من شيء خاصة أن الترجمة الفورية أنت تسمعين تفهمين وتنتجين. نعم. فيعني المرأة تقدر تركز. نعم. بهالشغلة حتى المفردات زيادة. علميا يعني أثبتت أن المفردات إيه؟ أكثر عند السيدات إيه؟ حتى تشوفين يعني اليهال الصغار البنات يتكلمون أسرع من الصبيان. صح. يعني صح. لأن سبحان الله قدرة المرأة في القراءة والكتابة يعني التحدث وكذي أكثر من قدرة الرجل يعني ولا نبخص حق الريال يعني. مم. عندنا يعني شباب ما شاء الله شطار لكن يعني الغالبية للبنات وسعيدة أنه يعني عندنا إقبال لأن يعني ودي أشوفهم بالمؤتمرات الدولية لأن يعني الأمم المتحدة في عندها نقص كبير باللغة العربية وللأسف أغلب يعني المترجمين يكونون من جميع الدول العربية إلا دول الخليج لكن عندنا يعني طاقات جميلة جدا بس ما قاعد تطلع لأن ما في تدريب زيادة يعني فأحاول أحثهم يعني على مدام إحنا على التلفزيون إن لا تخافون طلعوا وتدربوا وإن شاء الله يعني. نعم. ودكتورة يعني مثل ما قلت يعني من 2017 لغاية اليوم في يوم خاص للمترجم هذا ترى بحد ذاته يعطينا معلومات يعني على فكرة ذكرتي معلومات أنا ما كنت أعرفها عن المترجم لأن فعلا ما في تسليط الضوء. صحيح. بشكل كافي. صحيح. على هذه المهنة الصراحة مهنة جميلة وإحنا أيه. بدون أيه. المترجم ما نقدر يعني كثير من المصطلحات. صحيح. والأمور ما نعرفها شنو هي نصيحتك أو كلمة توجهينها لهذا خلينا نقول الموضوع وللسادة المشاهدين؟ والله أنا ودي أقول لهم إن يعني أبداً لا تحبطون اللي يقول أبي أتخصص ترجمة لأن وايد طلبوا يقولون يعني إحنا حالنا حال جوجل ترانسليشن أقول لهم لا تماماً يعني الشغلة مختلفة تماماً يعني تخصص أو ترجمة شيء وايد حلو ويعطيكم يعني يفتح لكم أفق جميلة جداً تتعودون على ثقافات تعرفون أشياء ثانية يعني المهنة وايد حلوة صراحة ويبيلها يعني الواحد يمارس عشان يشوف عالم ثاني. أكيد. موفقة إن شاء الله. شكراً لك دكتورة أسماء نورتينا في برنامج شاي الضحى. حبيبتي شكرا لك. عافية. إذا فاطمة شنو نكون وصلنا مع السادة المشاهدين للختام حلقة ممتعة الصراحة جدا جدا شنو بوايد ثقافات اليوم فعلا الإنسان كذي يعرف بعض الأمور الموجودة في الحياة يعني غير عن
يمكن تخصصها أو غير عن حتى الأمور المألوفة علينا، خاصة يعني يمكن انطلقنا مع السياحة إلى الترجمة واللغات، ومن الأمور المهمة أسماء في السفر أن الواحد عنده لو يعني مصطلحات بسيطة الخاصة في الدولة اللي هو زايرها، هذا الشيء راح يساعده بشكل كبير لما يطلع يروح يحجز تذاكر يروح المطعم. مفروض أنه يتعلم بعض المفردات قبل يروح أي ديرة، خاصة إذا كانت لغة جديدة عليه. أكيد أكيد. وبشذي نكون وصلنا معكم مشاهدينا لختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم على المتابعة ويعطيك العافية. يعطيك العافية أسماء، نترككم حفظ الله ورعايته ونقول لكم مع السلامة.